سوف نتعرف على طريقة كيفية تفعيل البيانات لهاتف المحمول على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الاتصالات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على استخدام البيانات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على البيانات لهاتف المحمول. وهكذا نكون قد قمنا بتفعيل بيانات الهاتف المحمول. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.